أهلا بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا الثالثة والأخيرة. الحكومة بتسعى حاليا إن هي يعني تساعد أو تشارك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، علشان كده عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. احنا التفاصيل أكتر عن برنامج الطروحات، ايه هو برنامج الطروحات وايه أهميته، ويعني ايه برنامج الطروحات جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة. ده هيكون معانا دكتور أسامة مرزوق خبير التشريعات الاقتصادية والتجارية علشان يعرفنا التفاصيل أكتر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا في صباح مين. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في فبراير الماضي تم طرح 32 شركه او اقتراح 32 شركه دول مملوكين للدوله كاستثمار واستراتيجيه لتوفير النقد الاجنبي، يعني الحكومه بتعمل على برنامج الطروحات، وكان المفروض في 30 يونيو تظهر النتائج. وصلنا لايه؟ ايه هو برنامج الطروحات يا فندم؟ طيب خلينا بس نوضح للساده المشاهدين في الاول كده يعني ايه برنامج طروحات، ويعني ايه الدوله مثلا طرحت 32 شركه. كل الدول دلوقتي بتسعى جاهده لحاجه واحده بس، انها تدخل مستثمرين او تزود عدد الاستثمار بالنسبه لها، او تعمل شراكات، او تخش مثلا في معادلات اقتصاديه مع كيانات كبيره جدا عشان تقدر توفر عمله وتقدر تزود حجم الاستثمار لداخل البلد. كتير جدا من الدول بدأت الموضوع ده، انها بتبيع بعض الشركات ذات الاصول الحكوميه وتقدر تعمل لها اعاده تقييم بعد ما هي وصلت الشركات دي انها تبقى شركات ناجحه بتقدم دخل مثلا، عشان تقدر من خلال الطروحات دي يعني يا اما حاجه من اثنين، يا اما تطرحها في البورصه، يا اما تدخل شريك اجنبي بمكون دولاري، او تدخل شريك محلي بمكون دولاري يقدر يوفر عمله صعبه بالنسبه للاقتصاد المصري. مؤخرا مصر اعلنت عن مجموعه من الطروحات، مجموعه من الشركات يسبقها طبعا بعض الاليات وبعض الحدود المعينه اللي احنا مفيش داعي ان احنا نوضحها للمشاهدين. المهم ان الاساس بالنسبه لنا ان ال 32 شركه دول هيوفروا او هيدخلوا استثمارات للدوله لا تقل عن حوالي 2 مليار دولار. ال 2 مليار دولار دول هيساعدوا الدوله انها توفر الخدمات بتاعتها، هيدخل استثمارات، هيخلي الدولة تخش في أنشطة تانية، هيوفي بعض الالتزامات الخاصة بالدولة. طيب كل ده هيدخلني في منظومة تانية. إيه المنظومة التانية؟ إن أنا دولة نجحت إنها توصل لل 32 شركة دول، إن أنا أجيب مساهم من بره أو مساهم محلي أو مساهم أجنبي، أقول له تعالى تفضل لو سمحت أنا عندي استثمار كويس، تعالى خد الشركة بتاعتي دي، تعالى استثمر معايا فيها ايا كانت النسبة اللي هيخش فيها. لان المستثمر لو الشركة دي مش مظبوطة او خسرانة، عمره في حياته ما هيخش او هيغامر بفلوسه ويخش في برنامج الطروحات او يخش في اي شركة. لما الدولة طرحت الطروحات دي كلها، ابتدينا نخش بعد كده في مفاضلة بين الشركات اللي هتخش في شراكة معايا، ابتدينا نخش مفاضلة مع النسب اللي هتخش معايا. بنسبة كبيرة ده مش اول طروحات هتتم، لا في طروحات تانية هتتم، واخد بال حضرتك؟ والدولة لما بدأت الطروحات دي كان نظرتها معينة، إنها بعض الأنشطة هترفع إيدها منها عشان هتسيبها للمكون الخاص، المكون الخاص هو اللي هيشتغل فيها. وابتدت بالفعل تقدم خدمات ملموسة في هذا الأمر بالنسبة للشخص العادي اللي عايز يستثمر، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي اللي جاي من بره. صحيح. دكتور عايز أسأل حضرتك، هو ده حضرتك شايف إن ده وقت مناسب لجذب استثمارات جديدة فيما يخص الطروحات اللي هتكون في البورصة إن شاء الله؟ يا فندم لسه يعني احنا أخذنا على سبيل المثال تركيا لسه عاملة طروحاتها الأسبوع اللي فات، ورئيس الدولة راح يعمل في زيارة دلوقتي لمجموعة من الدول العربية عشان الطروحات التركية برضو، لأن تركيا عندها برضو نفس المشكلة اللي بتواجه مصر، عشان برضو هتقدم طروحات برضو ذات الأصول الحكومية عشان توفر العملة الصعبة، عشان توفر الاستثمار الأجنبي الآمن بالنسبة لها. طب يا فندم ليه الدولة فكرت دلوقتي يعني في الوقت ده تحديدا بان هي تعمل برنامج الطروحات؟ برنامج الطروحات ده معروض الدولة عرضاه بقالها ازيد من حوالي سنتين. بس انا لما اجي اطرح شركة لازم اولا يكون في ترتيبات معينة وفي لوائح معينة وفي بنسويها حاجة اسمها القوائم المالية. انا ما ينفعش اطرح شركة مثلا للاستثمار وهي عندها مشكلة
ما ينفعش اطرح شركه باستثمار وهي بتخسر. خد بال حضرتك ده مش نظام خصخصه احنا بنقدمه، لا، ده الطروحات دي مشاركه بيني وبين المستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي او الدوله الاجنبيه. يعني ده مش معناه بيع اصول ملكيه الدوله. لا لا، احنا الطروحات دي حضرتك دي بنسب، انا مثلا ببيع نسبتي مثلا في شركه كذا وبدخل معايا شريك اجنبي، الشريك الاجنبي ده بنسبه مثلا 10% 20% 30% 40%. سليم؟ لكن انا ملكيه الدوله لسه ما زالت لحد الان موجوده، والوضع الدولة قائم لحد الآن، الشركة نفسها مش هتتأثر بأي نوع من أنواع المشاركة دي، بل بالعكس إن ممكن معدل الربحية بتاعتها يزيد، معدل الانتشار بتاعها يزيد، في هيبقى فيه مفاضلة أو نوع من أنواع مثلا المكسب بالنسبة للطرفين الاثنين. صحيح دكتور، هو حضرتك قلت فيه يعني في خيارين ما بين إن يكون في مستثمر أجنبي ويكون شريك أو عملية الطروحات، ينفع يكون الاثنين في وقت واحد يا دكتور؟ يعني ينفع يكون في شريك وفي نفس الوقت يتم طرح الشركه في البورصه؟ والله هو الاساس بالنسبه لنا ان احنا عايزين مكون دولاري. المكون الدولاري ده يجي من مستثمر اجنبي ماشي، يجي من مستثمر مصري ماشي، يجي من دوله اجنبيه ماشي، يجي من مؤسسه دوليه ماشي، كل ده بالنسبه لي يستوي في هذا الامر بالنسبه لي، طالما هو هيقدر يوفي النسبه المعينه او هيوافق على الشروط اللي الدوله وضعتها للطروحات او هيتفقوا على سياسه معينه او النسب او الامور دي كلها، مفيش اي مشكله خالص. طب يا فندم، قطاع السياحه ايه يعني واصل لايه في برنامج الطروحات؟ لان هو بيشهد طبعا اهتمام كبير جدا من الحكومه وجذب الاستثمار. قطاع السياحه برضو من ضمن الشركات المطروحه طبعا، شركه ايجيبت القابضه طبعا طرحت مجموعه من الفنادق في اسوان وفي الاقصر وفي القاهره. الفنادق طبعا الدوله قدرت انها تعلي القيمه الاصوليه بتاعتها، وقدرت ان هي تظبط القوائم الماليه بتاعتها وطرحتها بالفعل، وده اول حاجه تم البيع بالنسبه لها. يعني شفنا شراكات بين شركه اجنبيه وشركه اساس، وده حصل اول نوع من انواع الايه الاتفاق، واول شركات انباعت تقريبا شركات السياحه دي ما كانش عليها مشكله. في شركه مصريه دخلت ومعاها برضه شركه اجنبيه، وابتدت وحاطط رقم معين كده اتعلم في كافه الوسائل وكافه الصحف يعني. صحيح. دكتور، اهم القطاعات المشاركه اللي ممكن يتم طرحها في البورصه، يعني مثلا حضرتك قلت من شويه قطاع السياحه، او ممكن هل مثلا الادويه، هل مثلا المنتجات، المصانع، ايه اللي هيتم طرحه؟ والله ال 32 شركه شاملين جميع القطاعات، يعني ما فيش قطاع معين في حكر، يعني انا عندي قطاع السياحه ممثل، عندي قطاع البنوك، عندي الماليه، عندي شركات خاصه بالدوله، عندي شركات خاصه بالطرق، شركات خاصه بالاسكان، كل الحاجات دي كلها مطروحه لبرنامج الطروحات. طب يا فندم، في تسع صفقات هي تمت لغايه دلوقتي، ايه هي التسع صفقات دي اللي هي طبعا من ساعه ما تم طرح البرنامج لغايه دلوقتي؟ لا، هي التسع اتفاقات دي مفاوضه بين الدوله وبين الشركه او المستثمر الاجنبي اللي داخل. سليم؟ واحنا ما نقدرش نقول ايه الاتفاقات اللي تمت بالفعل اللي لازم الدوله تعلن عنها. سليم؟ الدولة أعلنت إن هي بالفعل باعت الجزء المخصص بالنسبة لشركة مصر، بالنسبة للسياحة، بالنسبة لشركة ايجيبت اللي هي القبضة اللي هي الخاضعة لمصر للسياحة دي، بالفعل انباعت. مثلا سمعنا إنها اتباعت لشركة طلعت مصطفى ودخل معاهم شريك أجنبي ومكون أجنبي. سمعنا برضو إن البنوك اللي انباعت برضو دخل معاهم برضو شركة من الشركات الخاضعة للدول العربية. شفنا الصناديق الاستثمارية في الدول العربية برضو دخلت على شركات تانية. الطروحات لما تتم بنسبه كامله هيتعمل بيها الدوله نفسها، هتعلن عنها وهتقول بالفعل تم طرح شركه كذا في مقابل كذا بنسبه كذا، يبقى في شفافيه كامله بالنسبه لطرح الشركات. حتى الشركات اللي هتنطرح في البورصه انا غصب عني لازم اعلن عن القوائم بتاعتي، لازم اعلن عن وضعها، لازم اعلن عن ارباحها، لازم اعلن عن وبتاع، يعني ما فيش حاجه هتبقى مثلا غير محل علنيه بالنسبه للكافه يعني. صحيح. دكتور، يمكن ثقافة التعامل مع البورصة، واحنا شفنا في وقت من الأوقات كان في مجال ان المصريين يقدروا يستثمروا فلوسهم في البورصة، ولكن احنا ما عندناش الثقافة دي، دايما عندنا ثقافة نحط فلوس في البنك او نشتري بيها مشغولات ذهبية او سبائك. حضرتك تنصح بإيه لو حد معاه فلوس يقدر يشارك ويقدر كمان يستثمر فلوسه في مجال البورصة؟ طيب خلينا نتكلم ان البورصة مش محل اهتمام بالنسبة للمواطن المصري. صحيح.
عشان بس يبقى كلنا محل اهتمام المواطن المصري دلوقتي حاجتين اثنين، الذهب او المكون الدولاري او العقار. صحيح. اي مواطن معاه فلوس بيلجأ للثلاث حاجات دول ما بيرجعش غيرها. لكن قصه ان انا اقول للمواطن تعالى خش البورصه، اولا البورصه بالنسبه لنا احنا فيها تجهيل. المواطن العادي لحد الان ما يعرفش يعني ايه بورصه. صح. ما يعرفش هيكسب امتى. كلنا بندور على الاستثمار او الملاذ الامن عشان نحقق فيه نحافظ على اصول اموالنا. مظبوط. لكن لازم الدوله يبقى عليها عبء كبير جدا انها توفر للمواطن نفسه وتعمل توعيه وتقول له والله حضرتك انت هتخش البورصه هتعمل كذا هتسوي كذا. وانا ليا وجهه نظر في موضوع البورصه ده مهم قوي ولازم يتعمل، لو ما اتعملش اصلا مش هنعمل حاجه والمواطن مش هيخش البورصه. لازم يكون فيه وثيقه امان او تامين لاي حد بيستثمر في البورصه. طيب دكتور اسامه، حضرتك شايف اقبال المستثمرين الاجانب على برنامج الطروحات ازاي؟ والله المفاوضات شغاله مثلا بقى لها فتره وشايفين انها بنسبه كبيره طبعا يعني قطعنا شوط كبير جدا منها ويكاد يكون مثلا برنامج الطروحات بنسبه 70 او 80% اكتمل يعني. وحضرتك يا دكتور شايف ان الخطوه دي جت متاخره شويه، يعني فكره ان الدوله بتدي تفكر ان يتم عمليه الطروحات في بعض شركات مملوكه للدوله كنوع لتوفير العمله الصعبه وايضا عمليه الاستقرار، فهل الخطوه دي متاخره يا دكتور؟ اولا احنا موضوع قصه الطروحات دي مش متاخره، الدوله بتعمل طروحات بالفعل بس طروحات فرديه لشركات فرديه ومؤسسات فرديه وحصلت بالفعل قبل كده. لكن هو مني بس الكم الهائل من الشركات 32 شركه يحصل مره واحده وينطرح مره واحده، فده اللي عامل نوع من انواع الهاله بس. لكن الطروحات موجوده وبالفعل الدوله نفذت كذا شراكه مع كذا دوله وطرحت كذا منشاه وكذا منتج سليم، لكن الكم بس الاكبر ده هو اللي عامل نوع من انواع مثلا البروباجندا شويه او الناس كلها 32 شركه وممثلين لجميع القطاعات اللي موجوده في الدوله، فهو ده بس اللي الناس مش واخده بالها منه. طب يا دكتور احنا عايزين نبسط للناس يعني الناس البسيطه، الناس في الشارع عموما او في الكلام العامي بين الناس اللي يقول يعني برنامج طروحات ايه ده، ده هيبيعوا اصول الدوله، ده هيبيعوا مش عارفه ايه، الفكره البسيطه يا فندم للناس العاديه. بص يا فندم، انا في فرق بين طروحات وفي فرق بين بيع. انا لما اجي ابيع مثلا والله بقول والله يا جماعه لو سمحتوا انا عندي منشاه هيا او عندي نشاط هوا هبيعه مثلا لصندوق استثماري كذا او ابيعه لشركه كذا او ابيعه لكذا، لكن انا باجي اقول يا جماعه لو سمحتوا انا عندي الشركه، الشركه دي لو سمحتوا انا عارض نسبه مثلا 20% طرح 20% اللي عايز يخش يستثمر معايا فيه. يعني تعتبر كاسهم مثلا او ان كمشاركه كده. ايوه ايوه انا ما ببيعش اصول دوله، انا بقول لحضرتك لو سمحت انا عندي الشركه، الشركه دي شغاله وبتكسب وشغاله لها فروع في الحته الفلانيه ولها انتشار ولها وضع ولها كذا ولها كذا، لو سمحت حضرتك عايز تخش معايا فيها انا طارح 10% او 20% من قيمتها. فبيبتدي يحصل نوع من انواع المفاوضه، هو يقول لي لا طب 25 طب 26 طب 30 لحد في النهايه لما نوصل مثلا للايه؟ في النهايه للايه؟ للطروح اللي احنا عايزينها ويحصل اتفاق بين الدوله وبين المواطن وبين الشخص او الشركه اللي هي هتاخد القيمه بتاعتها اللي هي الصرف بتاعها. طب ده يخدم ليه تاثير على سعر سوق الصرف؟ لا ده بالعكس، ده هيوفر لي مكون دولاري هيقلل في سعر الصرف. يعني لما نيجي نتكلم الدولار عندي ثابت بقاله فتره لان الطروحات دي اصلا لما حصلت هتدخل مكون دولاري لخزينه الدوله، هتدخل مكون دولاري للدوله، مش هيبقى فيه ضغط على الدولار، مش هيبقى فيه ريسك بالنسبه لي موجود، فده كويس جدا. يعني احنا لو شفنا الفتره الاخيره كلها كل المنتجات نزلت، طب المنتجات دي كلها نزلت ليه؟ لان الدولار ما بقاش يعلى معايا وبقى ثابت دلوقتي ليه؟ لان الناس كلها عارفه ان في مكون دولاري داخل وفي دولارات داخله، فاصبح دلوقتي ان الدولار سعره ثابت والمنتجات كلها ابتدت تنزل. صحيح. طب يا دكتور دلوقتي حضرتك قلت دلوقتي الطروحات هتكون بنسبه من الشركات، ولكن الموضوع مش هيتغير، يعني الموضوع مش هيجي في وقت يكون استحواذ وليس استثمار، صح كده يا دكتور؟ طيب انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله مثلا ان انا اعمل شركه، الشركه دي انا عملتها من العدم. يعني انا عملت شركه من العدم وجيت قلت لحضرتك والله الشركه دي هي مثلا قيمتها 1,000,000 جنيه وانا عليت القيمه السوقيه بتاعتها خليتها 1,000,000.
ايه المشكله ان انا ابيع الشركه مثلا حتى لو يحصل استحواذ كامل؟ ما انا هعمل غيرها واعمل غيرها واعمل غيرها واعمل غيرها. فدي بالنسبه لي مش ازمه. وبعدين احنا ما احنا الشركات الخاصه بالامن القومي هي دي اللي مشكله بتقرفنا وبنقول لا خلاص ما خلينا مثلا ما نعملش فيها مشكله. لكن انا عامل شركه مثلا للطرق وبعتها، طب ما اعمل شركه غيرها؟ صح. عامل عندي فندق مثلا، ما اعمل 20 فندق. يعني انا مش شايف يعني ايه المشكله في كده ان انا حضرتك بعلي القيمه بالنسبه لي؟ لا، انا عايز الدوله كل يوم تعمل 50 شركه وتبيعهم باستحواذ كامل وتجيب دولار، مفيش مشكله، ده استثمار داخل الدوله وانا مستفيد بيه. صح. فكره عرض الموضوع يا دكتور وتبسيط الامور فيما يخص الاقتصاد كمان، يعني احنا يعني عايزين نقول ان احنا الف ب كدراسه الاقتصاد زي ما حضرتك وضحت دلوقتي الفكره مبسطه جدا، يعني انا عندي مكان والمكان بيشتغل وقيمته السوقيه هبيعه برقم كبير وهكسب واقدر اعمل غيره، فايه اللي يمنع؟ اللي هيبقى فيه انتعاش للسوق وفيه استثمار اكتر وفيه جذب اكتر. انا عندي شركه، الشركه دي بتكسب بس بتكسب بعمله محليه. ماشي؟ فالعمله المحليه بالنسبه لي معلش انا مش محتاجها دلوقتي. صحيح. انا محتاج دولار عشان اوفي التزاماتي واوفي الخدمات بتاعتي. سليم. طيب ايه المانع ان انا اقوم واخد الشركه دي واقول لهم لو سمحتوا اتفضلوا الشركه هي، واخد المكون الدولاري بتاعي واخد الحصيله بتاعتي منها واخد نسبتي منها منها الشركه، اولا بدل ما كانت قيمتها السوقيه مليار بقى قيمتها 2 مليار. صحيح. معدل الربحيه بعد ما كانت بتكسب مثلا 50% هتكسب 60%، بدل ما لها 50 فرع هيبقى لها 100 فرع. انا مستفيد من جميع الاطر او الاتجاهات. مظبوط. دكتور اسامه احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الشرح المبسط للمواطن يعني ايه برنامج الطروحات. كل الاسئله اللي بتثار حول برنامج الطروحات وضحتها لنا حضرتك بشكل حلو جدا. دكتور اسامه مرزوق خبير التشريعات الاقتصاديه والتجاريه كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا النهارده، بشكرك يا نرمين وبشكر حضراتكم وان شاء الله هنشوفكم بكره قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح النور. هذا البرنامج برعايه